السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم في حلقة جديدة هنقدم فيها مع بعض طبق جديد، طبق لحمة، طبق خاص بالعيد الكبير من سلسلة الأطباق اللي بنقدمها بمناسبة عيد الأضحى إن شاء الله. والطبق اللي معانا النهاردة لا هو صيني ولا هو هندي ولا مصري ولا أفريقي، احنا مشينا رجعنا في الجنب شوية كده، هنروح لغاية المغرب. طبق مغربي اسمه اللحمة بالبرقوق او بالقراصية. طبعا كلنا رمضان لسه خلصان، وكلنا عندنا حاجات في البيت من المكسرات ومن المشمشية ومن التين، فيعني ايه بدل ما يفضلوا في التلاجة فترة كبيرة قلنا نعمل بيهم طبق او طاجن اللحمة بالقراصية. بس اضافة من عندي انا النهاردة عليه، زودت له تين ومشمشية. ونبدأ مع بعض نشرح الطبق بتاعنا النهاردة. الطبق بتاعنا النهاردة هنحتاج له مرقة لحمة، مرقة لحمة تكون موجودة عندنا، وهنحتاج له بصلتين كبار مقطعين وثلاثة مية ترنشات، وهنحتاج له بقدونس وكزبرة، وكيلو لحمة، كيلو لحمة أحمر أو ملبس مفيش مشكلة على ذوق كل واحد يعني، وهنحتاج له زيت زيتون، زيت زيتون يكون كويس، يكون نوع كويس. ومعانا التوابل بتاعتنا، بشرة جوزة الطيب، معانا عود قرفة خشب، ورق لورا، وملح، وفلفل أسمر، ومعانا عصفر، ومعانا معلقة سكر صغيرة، ومعانا المكونات. هنا بقى المكون الأساسي للطبق، معانا القراصية مشمشية، ومعانا تين متقطع. أنا مش بقول نشتري مخصوص، اللي ما عندوش ما يعملوش يعني، بس هو ممكن يعني الحاجات دي عشان مش متوفرة دلوقتي. ومعانا طرنشات توم، ومعانا جنزبيل. والمكونات دي، طريقة الطاجن ده، دي طريقة مختلفة شوية في التجهيز، يعني هي مش صعبة ومش سهلة، بس لازم نجهزها بدقة عشان الحاجات دي مسكرة وبتخش في الأكل، لازم نديها طعم مناسب لينا. هناخد البصل مع الطماطم مع زيت الزيتون مع زيت عادي على النار مع الثوم والجنزبيل. حطينا زيت ذرة، ومعانا زيت زيتون، وننزل بالبصل بتاعنا نشوحه على النار. نشوح البصل بالشكل ده على النار، نحاول نفكه من بعضه، نديله التوابل بتاعتنا اللي هي معلقة السكر والعصفر والملح وورق اللورة والحبهان والقرفة الخشب والفلفل الأسمر. كل التوابل دي معانا بالشكل ده. معانا بشرة جوزة الطيب، كده احنا حطينا التوابل بتاعتنا، ندبل البصل كده بالشكل ده. نبدأ مع البصل نقلب فيه التوابل بتاعته اللي حطيناها كلها، البصل بياخد ريحتها. معانا الجنزبيل والثوم المفرومين، ننزله برضو. نقلب مع بعض تقليبة. معانا الطماطم، معلش احنا بننزل بحاجة حاجة عشان كل حاجة تاخد وقتها، في حاجة ناشفة وحاجة طرية، يبقى فيه تدريج وتساوي في السوا. اللحمة بتاعتنا نشوحها شوية في المكونات دي.
لازم بقى اللحمة، نفضل نقلب كده مع اللحمة مع البصل والطماطم والتوابل لغاية تاخد لون كويس، لغاية ما توصل كلها للمرحلة دي من اللون بالشكل ده. بعد ما اللحمه معانا وصلت للشكل اللي احنا عايزينه ده كده الشكل ده زي ما احنا شايفين، بدأت تاخد لون من بره واللون الاحمر اللي فيها اتغير والمسام بتاعتها تتسد عشان تحتفظ بالسوائل والفوائد اللي فيها. هنضيف البقدونس والكزبره والكرفس، تقليبه خفيفه. الطبق ده ما فيهوش اي شطه، ومعانا القراصية، اللي عايز يعملها قراصية بس يعملها، اللي عايز يعملها بشمشية بس يعملها، اللي عايز يعملها تين بس يعملها، بس هي الاصل في الطبق المغربي ده قراصية. طاجن اللحمة بالقراصية ده طبق، او طاجن اللحمة بالتين ده طبق مغربي. نقلب، مش عايز انا نقلب القراصية والمكسرات او التين والمشمشية مع بعض. واخر حاجة هنعملها في الطاجن شوربة مرقة اللحمة اللي عندي، اضيفها له على النار ونسيب المكون ده كله يغلي مع بعض، وبعد كده ننقله في الطاجن بتاعنا وندخله الفرن. زي ما احنا شايفين يا جماعه، انا سبتها على النار في الطاسه طاجن اللحمه لغايه ما غليت. وعايز اقول لكم على ملحوظه، ان الطاجن ده لازم تكونوا جايبين لحمه صغيره مش لحمه كبيره، عشان السوا بتاعه كله في الطاجن ان شاء الله. المرحله اللي احنا عملناها دي تطعيم بس، هننقله في الطاجن بتاعنا بالراحه كده عشان ندخله الفرن. كده بالشكل ده ننقل الكميه كلها وارجع لكم. وبكده نقلنا الكميه كلها في الطاجن اللحمه بالقراصيه، ده الطاجن المغربي يا جماعه، هيعجبكم طعمه جدا، يتنقل بالشكل ده في الطاجن ويدخل الفرن وبالهنا والشفا. طبعا يا جماعه كده الطاجن في الفرن بدا يخش في مرحله السوا زي ما احنا شايفين، بدا يغلي وشويه ونرجع لكم تاني ونستمر. وهو ده يا جماعه الشكل النهائي للطاجن بتاعنا النهارده، الطاجن المغربي، طاجن اللحمه بالقراصيه. وطبعا انا قلت لكم ان انا عملت عليه اضافه تين ومشمشيه، وهنقدم معاه رز ابيض وبالهنا والشفا. وعايز اقول لكم اهم حاجه في الطاجن ده ان اللحمه تكون صغيره، والطريقه نعملها بالظبط ولا نزود ولا نقلل، هيطلع معاكم جميل جدا وبالهنا والشفا. وبكده نبقى وصلنا لنهايه الحلقه النهارده. وعاوز اقول لكم لو الحلقة عجبتكم ان شاء الله ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وشير ولايك، والتعليقات تبقى تحت الفيديو. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد، ومع قناة الشيف مدحت اتفرج وجرب ودوق، ومع السلامة.